انت تسعى لساعة الصفا ام هي التي تسعى اليك؟ رحلة جميلة الواحد عملها بيبقى فيها ساعة صفا، بيبقى قعدة حلوة بيبقى فيها ساعة صفا. مين الشخص اللي هشام عبد الحميد يقول له نفسي اعيش معاك ساعة صفا تاني؟ فؤاد هو قلب، هو كله كده قلب على بعضه. في شخصيات بتترك مثلا عندك اثر سلبي؟ فلما فتحوا المصاريف وجدوا انه 3 4 5 اساتذه مديني صفر وهو مديني 300 من 300، فده معناه ان هناك خللا. مين اللي تقول له النهارده في ساعه صفا سامحني انا غلطت فيك؟ الاستاذ احمد عبد الحليم. الامور جميله جدا مع الاستاذ احمد عبد الحليم اكيد. لا الحقيقه مش جميله. قدرنا نعبر عن هشام عبد الحميد بالفعل؟ توقف هشام عبد الحميد عن مواصله نجوميته، وده كان فيه عليه تحفظات او مآخذ. مختلف مع المخرج الاستاذ مدحت السباعي على انه يعني العلاقه تبقى بيني وبين رغده وفجاه تنتقل تبقى حامل. انا غير مفهوم للناس. في يعني شريحه من البشر عندهم غباء. انت متسامح؟ انا لا اتسامح مع الذي يتجاهل موهبتي. درست انت لنجوم اخرين يعني او لشباب طالع موجودين دلوقتي؟ هاني رمزي، احمد السقا، طارق لطفي، حد يعني انت درست له ولما بتشوفه في الشاشه فعلا بتسعد بيه؟ وانا نفس الاستاذ ده كان عامل عليا مؤامره انا شخصيا كمان يعني. ده تاريخ بقى. فانا تحديت الاستاذ وتحديت من معه. مين الشاب ده؟ خالد النبوي. في مشروع خطوبه بينك وبين عزه بهاء ولكنه لم يكتمل. يعني ايه يعني؟ خايف دلوقتي تقول؟ لا مش خايف خالص. الحكومه عندك لا, لا 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 الحكومه ديمقراطيه. اخراج وبانتوم مايم ما شاء الله ومسرح وشركه خاصه ومطعم في الغردقه، مش كده ولا ايه؟ ما عنديش مطعم في الغردقه. امال عندك ايه؟ طب عشان انا ما عنديش حاجه خالص. احنا ما كناش هنيجي ولا هنتعزم، احنا كنا هنيجي نصور برضه. لا يا ريت والله. كنا صورنا هناك في قريتنا. لماذا تبدو متعاليا على الفن؟ الوسامه دي محكوم شويه عليها بانها شيء مسطح. قالوا البياض احلى ولا السمار احلى يعني، ودخلوا في قضايا ملهاش معنى يعني. قلت اللي شاريني جوه العيون احلى. ايوه مش كده كلام حلو برضه. هشام اسمح لي بقى يعني بمناسبه الحديث عن فيلمك وعن انتاجك نشوف ارشيف فيلمك بيقول ايه. اتفضلي. اسمح لي. اتفضلي. بيقول هشام عبد الحميد يصرح: رغده اشعرتني بالغدر. ده مش منشطي طبعا. طبعا. امال ده ايه؟ ده منشط هم ده حاطينه، لكن انا ما اقولش ابدا على زميله انها اشعرتني بالغدر، ما اقولش كده خالص. لا لا لا. امال طب تعتقد ليه قالوا كده؟ ما اعرفش مبعثهم ايه. ممكن اي مبرر واي دافع، لكن انا ما يطلعش مني تصريح بهذا الشكل الحقيقه. ما اقولش كده يعني. ممكن يكون الحديث الداخلي حاجه تانية، يمكن ده نوع من الجذب مثلا ولا ممكن حاجة. طبعا يعملوا منشط ساخن عشان الناس تقرا، لكن انا ما اقولش كده. بس معقوله يعني مش صعب قوي ان كل المنشطات ما دي ده انا اتكلمت بقى دايما بتكلم مع صحفي مثلا بقول له حضرتك عملت معايا الحديث. طيب انا قلت الكلام ده؟ بيقول لي لا حضرتك ما قلتوش. اقول له طيب مين اللي حطه؟ يقول لي الديسك. يعني اقول له ديسكو ولا ديسك؟ يقول لي ولا ديسكو تيك. يقول لي الديسك. اقول له طب يعني ملهاش لازمه. انا وغيري طبعا يعني انا وغيري بيتعرضوا لاشياء من جراء المنشطات اللي مش على لساننا، وانا عندي من الشجاعه الادبيه لو في منشط انا قلته اقول انا قلته. طب هشام تسمح لي يعني تقول لي بصراحه واحنا بقى في ساعه صفا، يعني ما فيش اي مشاكل حصلت بينك وبين رغده في الفيلم ده؟ لا ولا بعد لا 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 في مشكله حصلت بيني وبين رغده. لا ما ده انا اللي بسال عليه. لا بقى. في مشكله حصلت بيني وبين رغده. المشكله انه بعد انا ما طبعت الافيشات وطبعت الحاجات، رغده قالت لي لا انا معترضه على التصميم بتاع الافيش. انا ما كنتش اقدر وقتها بعد ما وزعت الافيشات على شركه التوزيع والى اخره ان انا اتراجع. هي قد يكون لها حق. ممكن لها حق، وجهه نظر خاصه بيها. لها حق واحترم حقها في هذا، ولكن وقتها انا ما كنتش اقدر اتراجع. كان خلاص في اوردر حصل، امر طبع وامر توزيع
وامر افيشات كانت حكايه. يعني هل انت من وجهه نظرك ان الممثل او البطل من حقه انه يعترض على شكل الدعايه اللي معموله؟ هو احنا مش بنقول كده، احنا بنقول ما دام احنا زملاء فاحنا ممكن نتفق على شكل افيش، بس هي الحقيقه ظروفها كان وقتها كانت مختفيه تماما لاسباب خاصه يعني شخصيه فما لقيتهاش خالص. ولما ظهرت كنت انا فهو مأزق كان بالنسبه لها وبالنسبه لي. يعني القدر هو اللي حطنا فيه، لا هي لها يد ولا انا ليا يد. بس هو دي انما هي كانت في التصوير كانت ملتزمه جدا في التصوير، كانت يعني عايزه تعمل شغل وتقف جنب منتج فنان. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، انا وقت ما قدمت الرغده السيناريو كنت مقدمه لزميله اخرى واعتذرت عنه. لا مش هقول اسمها، معلش. ليه هو عيب؟ معلش، لان هذه الزميله تحركت بعد ما وصل السيناريو. يعني انا كان الفيلم جاي ده انت على عيني وراسي. انا بسالك. فهذه الزميله كان ليها خلت موزع يكلمني ويقول لي انا هدي لك ضعفين اللي انت هتاخده مع رغده لو جبت فلان. قلت له انا ارتبطت ادبيا برغده وما اقدرش الكلام ده يعمله حد تاني، موقف تاجر جميل منك. لكن انا راجل فنان ما اقدرش. موقف جميل منك، موقف حلو. طب ليه بقى يعني اتت الرياح بما لا تشتهي السفن؟ يعني بعد الفيلم ما اتعرض في اكثر من تصريح فنانتنا الجميله رغده دي حقيقه قالت دي انا وافقك عليها لانه هي يعني عز عليها كفنانه زميله ان هي ينزل الافيش على غير رغبتها، فعملت ده وقالت ده. واخد بال حضرتك؟ نعم. تفنيد ده او تقييم ده انا مش هتكلم فيه، لكن انا عايز اقول انه اي عمل في الدنيا بيبقى فيه خلاف وجهات النظر او سوء تفاهم او يعني انفعالات وقتيه لحظيه يحصل ده، وبعدين بعد كده بتعيد يعني بتهدى الامور بتهدى الامور ويعني يظل في الاخر الجوهر الحقيقي للبني ادم. بس اما بتقابلك مشكله يا هشام بتتصدى ليها بقوه ولا بتخلي العاصفة تعدي؟ مش في كل الأحوال بخلي العاصفة تعدي، أنا في أحوال كثيرة بتصدى ليها بقوة، وبتصدى بيها بقوة وبعند وبإصرار. أنت عنيد أوي أوي. أنت مواليد برج إيه؟ ميزان. الميزان. بيقولوا إن أنت أحيانا بيبقى لك يعني تصريحات أو أقوال بتبقى متناقضة بعض الشيء. حلو قوي. إيه ليه بيقولوا كده عليك؟ إيه هي؟ إيه هي؟ أنا عايز أعرف التصريحات المتناقضة معايا. يعني في منشط آخر من إيديا دلوقتي بيقول: ساعدتني رغدة كثيرا في مشاكلي مع مجرم تحت الاختبار. مجرم مع مرتبة الشرف. اسم الفيلم الأول؟ مجرم مع مرتبة الشرف. اللي هو انت كان ساعتها اسمه مجرم تحت الاختبار، صح؟ ابدا هم غلطانين، ده ادي اول غلطه، اسمه مجرم ما تتشرف على طول. ده يمكن الاسم السابق ولا ابدا هو اسم واحد. المهم الحقيقه دي اخبار اليوم، أخبار بتاريخ 25/4 كويس 98 برافو. والصحفيه اهي ايوه انا اسمها سحر فراج، افتكر سحر فراج. لا انا قلت ده، انا قلت ان رغده وقفت جنبي في الفيلم. انا ما انكرتش ده، وكانت ملتزمه في مواعيدها وكانت يعني مثاليه في انها تحاول انها تقف جنب زميل منتج دي. طب انا اديك نموذج اخر لتناقض الاقوال. يا ريت. يا ريت. انت بمنتهى الصدر الرحب قوي. طيب نشر في جريده السياسي بتاريخ 10/3/93 منشط بعنوان: اتمنى أن أصبح جاسوسا أو رجل مخابرات. كويس. بعدها بقليل عرض عليك دور جاسوس لكنك رفضته، وقلت وأكدت رفضك لأداء دور الجاسوس، مؤكد أن الدور ده أو هذه الأدوار عموما لا تصلح لهشام عبد الحميد. أنا قلت اللي للأسف اللي خد مني الحوار قلت أنا عايز أبقى رجل مخابرات.
فراح هو قايل جاسوس ورجل مخابرات، فكلمت حد منهم قلت له حضرتك قلت جاسوس ورجل مخابرات، قال لي الجاسوس هو رجل مخابرات، قلت له لا تفرق طبعا، رجل المخابرات حاجه والجاسوس حاجه، قال لي لا ما هو رجل المخابرات ده بيتجسس للاخرين، قلت له رجل المخابرات بيتجسس لصالح دولته انما لما انت تقول جاسوس فالجاسوس ده حدوته تانية خالص، ده جاسوس بقى عميل، وانا عايز اعمل رجل مخابرات ليه؟ ليه؟ عايز اعمل رجل مخابرات لانه شخصيه متنوعه. طب ما جاسوس ممكن؟ لا واي نوت؟ اقول لحضرتك قول، الجاسوس ما هوش شخصيه ولا دور قومي، انما رجل مخابرات دور قومي بالمقام الاول، وده شيء انا افتخر بيه كمان. جميل، ولكن بالاضافه بالاضافه انه هو مع اسرته وجهه الحقيقي يعني، وفي عمله بوجهه الرسمي، وفي الجهه العميله او الجهه المراد التجسس عليها او الجهه الاستخباراتيه اللي هو بوجه اخر، مجموعه اوجه تثري الفنان وترضي غروره وطموحه في انه يعمل شيء مختلف. فانا كنت عايز نفسي اعمل شخصيه رجل مخابرات، ولكن هم قايلين او حاطين الجاسوس ورجل مخابرات، انا مش عايز اعمل جاسوس، لكن اذا كان في دور مختلف عن ادوار الجاسوسيه اللي اتعملت قبل كده واللي اترسمت قبل كده، وانا اشك في كده لان الادوار كلها في الجاسوسيه بالذات متشابهه، افكر، انا ما بقولش لا ما بصادرش، لكن انا ازعم او اعتقد انه مش هيبقى فيه دور مختلف عن الادوار اللي اتعملت. انت رجل اكاديمي وكنت تدرس في المعهد وبتفهم الطلبه ان الانسان او الفنان بالتحديد الممثل لازم يتلون ويعمل كل الشخصيات ويؤديها بمنتهى الاخلاص، ما يهموش ده كسوس ولا يهموش ده طيب ولا ده شرير، صح؟ لا انا مش عشان شرير. طيب معلش، هل انت تتذكر الصعود الى الهويه اللي عملته مديحه كامل الله يرحمها؟ قد ايه عملها نجمة طبعاً، كانت وقتها ما كانتش نجمة طبعاً، ولكن بهذا الدور قفزت قفزة كبيرة جدا. مفيش كلام بأدائها، مفيش خلاص كلام. أيضا محمود عبد العزيز في رأفت الهجان، ما هو كان عامل برضو لا، كان يتجسس لحساب هنا الدولة. هنا 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 نتكلم نقطة نظام. قولي نقطة محمود نظام. عبد العزيز عميل مزدوج، وعميل مزدوج لصالح المخابرات المصرية، بس يلعب في لحظة دور الجاسوس، ولكن هو المخابرات المصرية في النهاية، وهو مثال للعميل الذي يقدم معلومات لوطنه لكي تقوم الجهات المعنية في كذا، ده واضحة. ما الجاسوس زي ما هو مزدوج دبل ايجنت، في لحظة بيشتغل معاهم في لحظة بيشتغل. انا اقول لحضرتك انا بتكلم على نوع في النهاية في النهاية في النهاية انت قصدك على الفكرة اللي توصل لجمهور يحبه لا هشام ولا مش يحبه يكرهه، لا ما انا عملت ادوار شر، لا ما انا قصدي الدور تركيبته له تركيبة يعني، له واحد اتنين يعني دبل ايجنت، ده دور صعب. نعم، دور بيلعب مع وطنه في نفس الوقت بيلعب مع الجهة العميلة لصالح، ده دور صعب، دور يعني اقول ايه الممثل يستطعمه يحبه يعمله، لكن ما هوش احادي. في ادوار او ادوار يعني ادوار الشر، بس هشام معلش انا هختلف معاك، لان الجاسوس ده ممكن بيتلون كتير وبالعكس بيبقى له ابعاد كتيره. يتكتب ازاي؟ ما هو ما بيبقاش فيه كده يعني في معظم ادوار الجاسوسيه. ايوه بس انت صادرت الدور خالص والشخصيه، انت قلت وان تراك. انا ما ممكن يتوفر لك كتابه كويسه. انا دوري جالي دور جاسوس ما لقيتش يعني لم يتوفر لك الكتابة الجيدة، إنما مش بترفض بقى المبدأ في حل أنا لا ذاته؟ أرفض، أنا لا أرفض الأدوار بس أنا ما قلتش ما هو هنا بس أنا بقول التصريح أنا قلت رجل مخابرات، لما أقول جاسوس حطيني جاسوس. أيوه، أنا مش ضد. أيوه، بس ما تزودش على لساني كلام أنا ما قلتوش بس مش أكتر بقى. أنا مش طالب غير اللي أنا، إنما إحنا نتكلم في طبيعة الأدوار وفي اختلافها وتبايناتها ما عنديش مانع، نتكلم في ان انا اقبله او ما اقبلوش مفيش مشكله، لكن يعني اقولها يعني نقدر دلوقتي نعلن نقول ان هشام عبد الحميد غير متناقض في تصريحاته. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
تلقى مانشيت في ارشيف فيلمك معلش؟ تفضلي. وهو مقاله للكاتب والناقد الصحفي الاستاذ طارق الشناوي. بيقول فيها ايه؟ الشاشه لم تشهد لصالح هشام عبد الحميد. كويس. مجرم مع مرتبه الشرف ونجم مع ايقاف التنفيذ. ايوه. وجوه المانشيت بيقول نزل هشام عبد الحميد بفيلمه مجرم مع مرتبة الشرف إلى جمهور وحده، لا يوجد نجم كبير يقف بجانبه مثلما كان يفعل في الماضي فريد شوقي مع أحمد زكي ونور الشريف، ولا نجمة شباك تسانده لأن رغدة ليست بين نجمات الشباك في السينما، ولا ممثل خفيف الظل يقف بجواره لأن سعيد صالح لم يعد هو الممثل خفيف الظل. وكما دخل هشام عبد الحميد إلى هذا الفيلم خرج أيضا منه يا مولاي كما خلقتني. كويس. مشروع نجم لم يتحقق بعد، ليس أمامه سوى أن ينتظر الملحق من أجل تحسين المجموع. حلو. أنا أسفة إن لا 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 بالعكس يعني الكلام ده أنا في مقالتين. ما هو تعليقك؟ مقالتين كانوا خارج نعم نطاق النقد. المقالتين دول نعم هما مقالة الأستاذ طارق الشناوي نعم ومقالة صديق ليا مش هذكر اسمه. كانوا المقالة دي بالذات أنا كلمت الأستاذ طارق الشناوي كان حضر الفيلم وكلمته وقال لي كويس فيلم كويس. قال لك الفيلم كويس؟ قال لي كويس وكده. وبعدين طلب مني صور ابعتها له على روزا يوسف. كويس. وفعلا بعت له الصور ونزل المقاله دي. المهم يعني مرت الايام وجاه اوان الورد وكتب عليا انه مش عارف بقى اشمعنى الارشيف ما جالكيش بتاع اوان الورد عشان نقرا الكلام اللي كتبه الاستاذ طارق الشناوي عليا. لا عندنا ارشيف اوان الورد ازاي؟ وبعد كده كتب كل. عليا في استفتاء سنة 2002 على اوان الورد وبعدين كتب عليا في استفتاء معالي الوزير ثم على اعمال السينمائية. يعني الحقيقة اتصالحنا بعد كده. انا مش الكلام اللي كاتبه برغم قسوته الشديدة انا الحقيقة ما كنتش حزين او ما كنتش متضايق او ما كنتش مقاطع طارق او ما كنتش حتى مخصمه مؤقتا عشان هو كتب الكلام ده. انا كنت بس مختلف معاه على انه ما قاليش ده في التليفون. لو قال لي في التليفون لما كلمته اصله مش امتحان. لو قال لي لا انا معترض على كذا وكذا 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 وانا مش عاجبني كذا وكذا 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 وهكتب في كذا خلاص وحر. يعني طب يعني هشام بما انك انت يعني دي كانت اول تجربه انتاج ليك. ويعني خلي صدرك رحب معايا شويه. ما تيجي نفكر في كلام الاستاذ طارق الشناوي. هو دلوقتي بيقول لك انت كان يلزمك نجم كبير عشان اولا طبعا دي فلوسك وده تعبك وانت عايز تعمل فيلم ناجح. فبيقول لك ليه ما لجأتش انك تجيب معاك نجم كبير او نجمه شباك احنا كان معانا في الحب في طابه او ممثل خفيف احنا كان معانا في الحب في طابه افندم نجمه شباك او نجم شباك في الحب في طابه كان معانا نجم شباك الحب في طابه الحب هي في طابه تجربه شديده الدنيا. الخصوصيه ومجموعه شباب احنا بنتكلم والموضوع اساسا يعني هو نفسه بطل في حد ذاته. يعني الموضوع كان بطل في حد ذاته. طيب يعني الموضوع الايدز اولا يعني مجرد انك هتقول لازم الناس هتشوف ايه الحكايه. مجرم مع مرتبه الشرف ظلم في حاجتين. نعم. ظلم في مواعيد عرض غير جيده. نعم. وظلم في دور عرض غير جيده وغير ملائمه لطبيعه الفيلم. لكن انا كنت قاعد مع حضرتك قبل التصوير وقلت لي احنا في الويب سايت لما بنحط مجرم مع مرتبه الشرف بيتتشاف بيبقى عنده اقبال غير عادي وبيختار من فئه من فئات كثيره جدا من الناس. طب ده معناه ايه؟ نفذ صبرك. انا كنت هقولها قبل ما انت تقولها ولكن نفذ صبرك مني. لا بالعكس. هو الفيلم نجح في التلفزيون بالفعل. الحقيقه نجح في التلفزيون. ده معناه انه الناس اللي عايزه تشوف الفيلم ده كانت عايزه تشوفه في السينما انما مع التوقيت غير ملائم. نعم. زائد دور عرض غير ملائمه. انا بتكلم على دور عرض وقتها. وقتها. مش دور العرض. نعم. ده كان قبل. نعم. دلوقتي دور العرض الحديثه وكل ده كانش موجود. نعم.
فانا مش عايز اقول طبعا ساده المشاهدين، مش عايز اقول انه احيانا في مدخل السينما يعني اشياء لا تسر لا العين ولا السمع ولا ولا ولا. فازاي الناس تقبل على فيلم ودور عرض محترقه بايظه بايظه، ما ينفعش ولا نسمع الصوت كويس ولا نشوف الصوره كويس. نعم. في النهايه احنا بنحاكم، احنا اللي بنحاكم انه ازاي الفيلم ده جاب كذا او ما جابش كذا. وبعدين عدد دور العرض عدد هزيل بالنسبه لافلام اخرى. صحيح. يعني مثلا انا كنت واخد 7 نسخ، كان في غيري واخد 25 نسخه. اللي هيتعمل نعم السبع نسخ غير 25 نسخه. اكيد 25 نسخه اللي هيعمله في الاسبوع مثلا 100,000، انا هعمل 30,000 20,000. اكيد. يعني في اشياء كثير داخله في السبق. اه. وبعدين العكس صحيح. اه. في افلام نجحت في السينما. اه. وعليها علامه استفهام كبيره لما تعرض في التلفزيون. اه. الناس بتقابلها بفطور. طب ليه؟ علامه الاستفهام دي معناها بتقول انه ممكن يكون ده نجاح مصنوع؟ هل ممكن كان الفيلم اختلفت درجة تقبل الناس بيه من الفترة الزمنية اللي اتعرض فيها في السينما او في التلفزيون؟ علامات استفهام كتيرة دايما بتعرض او دايما بتثار عند عرض الفيلم في التلفزيون. وفي افلام وهي دي السينما. وفي افلام كتيرة يعني اما نزلت في السينما ما خدتش النجاح. انما يعني اسمح لي برضو انا احييك رغم كل السلبيات اللي احنا بنناقشها والكلام اللي احنا بنقوله، احييك على شجاعتك وعلى حبك الصادق واقدامك انك تنتج فيلم، وده بيؤكد انك فنان حقيقي، لانه كونك انك تجازف بفلوسك وفي ظروف صعبه زي اللي كانت بتمر بيها السينما وقتها، فده يعني احنا بنحييك اساسا. هشام، بيقال انك شديد الحرص على تكوين صداقات مع كثير من الصحفيين، هل انت بتحاول تكون لنفسك جروب صحفي شديد الحرص على تكوين صداقات مع الصحفيين؟ ايوه. الله. هل انت يعني هل انت يعني بتحاول تعمل الصداقات دي عشان يدفعوا بيك للامام او اقول لحضرتك؟ لا، الصحافه هي مرايتي. الصحافه هي مرايتي. نعم. يعني الصحافه نعم هي العين اللي بتشوفني. ايوه. العين اللي بتدي الترمومتر بتاعي. ايوه. انت يعني هقدم ايه؟ ما اقدمش ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه رد الفعل؟ ايا ما كان، ايا ما كان احنا اختلفنا او اتفقنا، بس هم في النهايه هم المرايه. وهم اللي بيدفعوا الفنان من خلال ما يكتبوه. يعني نفترض ان الصحافه هجمتك وجمهور استقبلك. فانت يهمك راي الصحافه هي اللي بتدفعك بس؟ انا يهمني راي الاثنين، يهمني راي الجمهور ان انا نجحت معاه، ويهمني راي النقاد اللي كتبوا كتابه حقيقيه استفيد فيها من اللي ناقصني عشان اعوضه في اللي جاي. طب تيجي نقف وقفه كده مع الصحافه على شاشتنا؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحيي الفنان الجميل والنجم الشاب هشام عبد الحميد، وانا سعيد جدا جدا يعني انك موجود النهارده في ساعه صفا، وخاصه انك انت لقاءاتك التلفزيونيه عموما مش كتير، فاكيد النهارده يعني هتضيف للبرنامج والبرنامج هيضيف ليك. انا بقول لك من خلال ساعه صفا على موضوع يعني شاغلني جدا، حكايه الكواليس بتاعت هشام عبد الحميد. ليه دايما بيشاع ان كواليس هشام عبد الحميد فيها اضطراب وفيها قلق وفيها توتر؟ هل السبب منك؟ هل السبب من الاخرين؟ طب لو السبب من الاخرين، ليه انت يعني بذكائك او بوجودك ما بتحتويش الموقف؟ لو بسببك انت، ليه بتصنع هذه المشاكل او التوترات في كواليسك؟ رغم ان الكواليس ديت رغم ان الكواليس هي اساس العمل. يعني كواليس هاديه يبقى عمل جميل ومنظم ومنتظم وناجح. كواليس متوترة يبقى كل يوم هيبقى فيه مشاكل، العمل مش هيطلع مظبوط، مش هيوصل للناس برضو مظبوط، لان التوترات دي اللي بتنعكس على الفنان بتوصل للناس. فهل فعلا صحيح ان كواليس هشام عبد الحميد مش مظبوطة؟ ولو مش مظبوطة، مش مظبوطة ليه؟ ياريت تقول لنا الاجابة
ويا ريت توضح لنا سبب ما يقال عن ان كواليسك مش مظبوطه. هقول لك اولا اصدقائك بقى. لا 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 بالعكس، ده حسام صديق عزيز. اولا مجله روزا اليوسف استاذ حسام عبد الهادي من طبعا طبعا اليوم كلمه جميله. انا عايز اقول ايه، انه مساله الكواليس نعم الغير منضبطه او الغير هادئه دي اثيرت مؤخرا في مسرحيه جواز على ورق الطلاق. انا عملت حب في التخشيب قعدت 3 سنين، مفيش اي مشكله من اي نوع قابلتنا. مش معنى كده ان احنا كنا ملايكه، لا، في خلافات ولكن بسيطه جدا وعاديه جدا. انما جواز على ورق الطلاق الحقيقه خلافي معاهم انا والاستاذ الفريد فرج ربنا يديله الصحه يا رب ويرجع لنا من لندن ان شاء الله، احترام النص. نعم احنا ازاء نص لكاتب كبير لا يمكن ان احنا نغير في النص او نضيف على النص او نعمل اي شيء دخيل على النص الا بموافقه المؤلف. كويس. سواء كانت النوايا حسنه او غير حسنه او هناك رؤيه او هناك تفسيرات او الى اخره، احنا امامنا المؤلف. نعم والله هو موافق على هذه الاضافات اهلا وسهلا، مش موافق ما نقدرش بقى، بتهيألي لما ما يكونش موافق نعتدي عليه. صحيح. ونعتدي على شغله. هو دي المسألة ببساطة. أنا كان يعنيني بالمقام الأول احترام النص. كويس. لأنه هذا النص أنا خدته على عاتقي من 5 سنين وقدمته واستأذنته أستاذ الفريد وقدمته أستاذ أحمد عبد الحليم أن يخرجه وبدأنا فيه، وبعدين توقف المشروع وبعدين أعيد مرة أخرى بعد 5 سنين وأنا متمسك بأن أنا أقدم المشروع ده، واعتذرت عن مسرحيات كثيرة جدا 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 لأني مؤمن بأن أنا عايز أقدم هذا النص. النص اللي أنا قريته بيتنقل على خشبة المسرح. لما ألاقي هذا النص هناك تدخل فيه وزيادات باسم الضحك وباسم الكوميديا وباسم أنه لابد أن يكون هناك فيه تهريج أو جزء من التهريج عشان الموضوع قاتم والموضوع تراجيدي والموضوع الناس مش ناقصة غم والناس مش ناقصة حزن وش الناس مش ناقصة مش ناقصة مش ناقصة، فباسم هذه المسائل ندخل في خروج عن النص والمساحات تكبر 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 إلى أن تصل المسرحية من 2.5 ساعات أو 3 ساعات إلى 4 ساعات في مسرح قطاع عام، واخد بال حضرتك؟ نعم. فهذه المسائل لابد لها من وقفة. أنا وقفت مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. بس أستاذ هشام في سماح بجزء من الارتجال، يعني بيبقى في مساحة. حصل حصل. والأستاذ ألفريد قال يا جماعة احنا عايزين في حدود هذه المسألة. ما حصلش بقى، الارتجال زاد 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 زاد. فلما زاد واستفحل نعم غضب الأستاذ ألفريد. وأنا الحقيقة حزنت وغضبت وعبرت عن غضبي بشكل معلن وواضح، وقلت ده شيء خارج العرف المسرحي والتقاليد المسرحية. هنا أنا وقفت وقلت الكلام ده. فيمكن الكواليس اللي الغاضبة هي دي اللي قصده يقوله أستاذ حسام، وأنا بقول له إن ده نتاج عدم احترام النص. النص أولا لابد إنه يحترم. أيوه. إذا حصل أي إضافات لابد إن إحنا نستأذن المؤلف. دي حاجات يعني الحقيقة مش أنا اللي بقولها. نعم. أساتذتنا قالوها وتوارثناها عن أجيال كثيرة مسرحية. مش هنيجي دلوقتي نتكلم يعني فيها يعني. طب هل دي المشكلة الوحيدة اللي خاصة بالكواليس المسرحية؟ أنا هتكلم على يعني بيقول دايما عندك مشاكل في الكواليس. هو قال كده. لا ده في عموما. أنا جواز على ورق الطلاق. لكن أنا بقول لحضرتك في حب في التخشيبة قدمتها 3 سنين. نعم. أنا مش هتكلم، أنا عايزك يعني إحنا كلنا في حب في التخشيبة لأن كان في اتفاق وكان في رؤية واضحة نعم للمسائل.
فما كانش في اي نوع من انواع الاختلاف ولا نوع من انواع الغضب في الكواليس ولا الكلام ده كله. طب يعني ما تتذكر يمكن يكون كان في حاجه ثانيه، يعني انت متذكر ان هي دي بس المشكله الوحيده اللي كانت عندك في الكواليس اللي في جواز على ورق الطلاق؟ ايوه. انا مش هتكلم على المشاكل الصغيره، انا بتكلم على المشكله الكبيره اللي ما قصدتش، انا بقول عموما هو اصله في جواز على ورق الطلاق مليئه بالمشاكل. انا عايز اقولها مليئه كانت مليئه بالمشاكل. يعني لكن انا عايز اقول انما المشكله الرئيسيه هي مشكله الخروج عن النص، دي المشكله اللي تهمني. في مشاكل طبعا تانية وفي مشاكل ثالثة ورابعة، بس مشاكل يعني شوية شخصية شوية تافهة شوية كذا شوية كذا، لكن أنا بتكلم على مشكلة الخروج عن النص. طب أنا نفسي أسألك سؤال، يعني إحنا هنتكلم بعد كده على جواز على ورق الطلاق، إنما بسألك هل مالكش أبدا مشاكل يعني في أي مسرحية أخرى في الكواليس، في أي كواليس ليك تتذكر؟ يعني اقول لحضرتك حاجه، المشاكل اللي موجوده اذا كانت هناك مشاكل هتبقى مشاكل، يعني ما هو اصل ما فيش حاجه ماشيه في مشاكل في خلافات في حاجات، انما طب افتكر ايه بقى، لان ممكن الشاشه بتاعتنا تزعلك مني. يا ريت. ولا تفكر؟ لا انا عايز الشاشه. ارجوك قبل الشاشه. قول انت. طب قول انت قبل الشاشه. لا لا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، خلينا نتكلم. طب لو هناك مشاكل هيبقى لي انا دفاعاتي، فانا عايز افتكر مشكله عشان يبقى لي دفاعي. هل تذكر نجمتنا الجميله مادلين طبر ليك مشكله او كان في مشكله بينك وبينها في مش الكواليس؟ مشكله دي مش كواليس، ده استوديو، ده بلاتو. ما هو ده كواليس هشام. ما هي دي كواليس ايضا. لا هو انا عايز بس اعرف ايه المشكله اللي كانت بيني وبين انت ناسي انت اللي هتعترف وتقول. مش انت اللي هتقول؟ فين الشاشه عشان اعرف اتكلم على اساس. خلي الشاشه بعدين. طب انا اسمع منك. انا ما اعرفش، مش فاكر حقيقي، مش فاكر. ما حصلش اي خلاف اي مشكله على فكره. قلت لك في اول الحلقه انت هتتعبني. كلمه خلاف ومشكله دي كبيره قوي، يعني كلمه كبيره قوي، يعني انا يعني ممكن اكون. ما حصلش اي نوع من الخلاف. عايز بس اعرف، عايز افتكر، انا مش فاكر يا هشام. قلت لك هتتعبني في اول الحلقه. قلت لي لا لا انا ما اقدرش اتعبك. كويس قولي لي بس. طب قول افتكر انت. افتكر تذكر. لا ما شاء الله انا عارفه ذكاء. ايه الخلاف اللي حصل؟ مش فاكره. قولها لك بانتومايم. لا قوليها لي حقيقي كده قدام الناس. لا قوليها لي قدام الناس. مش فاكر. ايه لا شوف. ايوه اوكي. طب نشوف الشاشه بتاعتنا بقى. دي مش تمثيلية طبعا، احنا في الاي ار تي، وكان مخرج العمل هو دايما موجود في الجيم، في الجولد جيم معايا وكده، عارف اني انا بحب الفصل ده قوي. الكيك بوكسينج مفيد جدا. انا الحقيقه عندي في ساعه صفا سؤالين. السؤال الاول هيبقى لمدام صفاء حبيبتي، والسؤال الثاني هيبقى لاتش. مدام صفاء، يو ار بايونير، حضرتك رائده، يعني بتعملي حاجات جريئه، بتقدمي للشاشه حاجه جديده. ما حاولتيش خالص انك تقدمي للاي ار تي ميوزيكلز، حاجه بتمنى جدا من الفن الرفيع انها تكون موجوده على الشاشه الجميله بادارتك. ده السؤال لحضرتك. سؤال لضيفنا اتش. اتش مساء الخير، وحشتني. انا وانت عملنا حاجه جميله جدا، اتعرضت السنه اللي فاتت او لا يعني في رمضان من كام شهر. اتعرضت والحمد لله كانت ناجحه جدا، وده خلاني اعرف قد ايه انت متمكن من ادواتك التمثيليه الدراميه. سؤالي، ايه التكنيك اللي بتستخدمه لما يبقى في مشهد حب بينك وبين ممثله انت عارف تماما انها ما بتحبكش وانت ما بتحبهاش، ازاي ممكن تعمل المشهد ده؟ مش انت بس، ازاي تعمله؟ ازاي تقنع الجمهور بمصداقية الاحاسيس الجميلة بينك وبينها وهو ما فيش ود خالص بينكم؟ ده السؤال. واتش خد بالك،
بتتمرن لك كيك بوكس؟ شفت؟ ياه ده حاجه جامده قوي، حاجه كبيره. المشكله ان واضح ان المساله انت بقى هتدوخني وتلف بقى وتدور عليا وتقول هي كانت ذكيه في القاء سؤالها. المساله فيها لبس. ايه بقى؟ هو مش في كراهيه. آه. هو في خلاف. يعني انا ممكن يمكن التعبير اقول لحضرتك شوي. ممكن اقول لحضرتك يعني انا مثلا ازعم ان انا باخذ المسائل بجديه. فلما الاقي اللي قدامي بياخد المساله بهزار فبضطر ان انا ابقى مره بظرف عشان يبقى في تركيز، لان احنا مهنتنا قائمه على التركيز. فلما ما يبقاش فيه ابتدي اقول له تاني، فلما يبقى تالت مره يبدا مساله تختلف بقى، لان ده مشهد هيتنقل قدام ملايين الناس. فما ينفعش ابقى مجامل مره واثنين وثلاثه وبعد كده يطلع المشهد مش كويس. نعم. فانا بعمل ده مش كراهية. يعني اذا كنت بصطدم او اصطدمت بمادلين لانه انا ممكن اكون حسيت ان المشهد مش كويس، المشهد مش طالع كويس. مش طالع كويس لان هناك تقصير منها. لا هي اللي حصل واضح انها مشكله في الكواليس، ولما وقفت قدام الكاميرا لا لا خالص اديت كاحسن مما يمكن لا من الحب أنا والغرام. انا مكرهش. ها؟ انا مكرهش. جميل يعني منك التعبير ده. انا مكرهش لكن انا ولكن هي أختلف. بتقول حاجه تاني. هي حره ده رايها، لكن انا بشرح لحضرتك ده وافعي. انا مكرهش انما انا اختلف. وانا في العمل الفني يهمني قوي، يهمني انا وفريق العمل كله انه يبقى في نوع من الجديه. واخد بال حضرتك؟ نعم. عشان يطلع عمل. لكن لو في نوع من التهريج مش هيطلع عمل. متهيألي مادلين برضو موافقاني في المساله انه لما كان هناك جديه بعد الاعادات اللي كان فيها نوع من التقصير في الجديه طلع شغلها ممتاز، وطلع شغلي ممتاز، وطلع العمل ممتاز. تدوخ بلد. الله يخليك. الله يخليك يكتر خيرك. طب هنسيب مادلين كده تكمل التدريب بتاعها وتحضر نفسها، ولا تسلحها النهارده كده في ساعه صفا؟ لا هو انا مش مختلف، انا يعني انا مش ضدها. مادلين من اولا لما جت مصر وقدمت الفرسان، مسلسل فرسان مع الراحل الاستاذ حسام الدين مصطفى، انا ما قلت لها وكنت من اشد المتحمسين انها تظل موجوده. حتى لو هي تفتكر كانت عايزه تسافر لبنان، وانا مش عايز اقول انا اللي قلت لها، انا من الناس اللي قالوا لها لا يا مادلين اقعدي هنا، وهنا مصر محتضناكي وانت قدمت فيها عمل جيد جدا والناس بتفتكرك، كملي. هي كانت عامله دور رائع جدا بالحقيقه الحقيقه. طبعا. فيعني مفيش اي نوع من انواع ال اسمح لي يعني في حلقتك ارد على سؤال مادلين ليا انا. اتفضلي. هي بتسالني اذا كنت بقدم يعني اقدم برنامج ميوزيكال راقي. بالزبط. جميل. بالزبط. ممكن طبعا طبعا ارد عليها طبعا. طيب مادلين اولا انا بقول بشكرك جدا، ثانيا انا فعلا مقصره في الحته دي ونفسي فعلا يعني اعمل حاجه موسيقيه، ولكن منتظراكي انت برشاقتك اللي تبدو الان ولياقتك ما شاء الله دلوقتي اللي موجوده انك تعملي معانا عمل في الاي ار تي، وتاكدي ان انا يعني هساعدك بكل ما اقدر ان انا اعمله، ولو لقيت فرصه اقدم عمل بنفسي انا موسيقي لو كان عندي فعلا الوقت هقدم، اوعدك يعني. ولكن معانا هشام ممكن يغني معانا حاجه النهارده؟ اغني؟ لا انا لا اغني، انا عايزك انت تغني. انت ما بتغنيش؟ لا لا انت بتغني. لا انا بادي لكن اهو. ما احنا عايزينك تادي. لا يمكن حضرتك. لا لا امال انا محضره لك البيانو. ده انا عايز اسمع صوتك. لا انا عايزك انا يعني محضره لك البيانو. انا اعرف انك بتحب فرانك سيناترا. هو ده حضرتك. انا بحب فرانك سيناترا. ارجوكي غني. وانا بحبه وانت بتحبه وجمهوري يحبه ويحب يسمع منك حاجه. لا ما والله ما اقدر، والله ما اقدر، والله ما اقدر.
في فنان عنده الجوانب الجميله بتاعتك الاثريه دي كلها وتقول لي ما اقدرش؟ صدقيني انا غير موهوب في الغنى وغير موهوب في حفظ الاغاني، وانما احب اسمعها. لا انت عملت عمل استعراضي على المسرح وغنيت، دي حاجات كده، لكن الاغاني طب ما تقول لي حاجه من الحاجات اللي كده. هقول ايه؟ هقول ايه؟ اي حته من اي حاجه. طب ايه اللحن اللي وانت قاعد لوحدك انت حافظ الكلام؟ الكلام لا ده انت ضحكت عليا. شايفه صوتك؟ شايفه صوتك؟ لا اسمعه، انا استمتع بيك. انا محضره لك البيانو. ارجوك استمتع بيك. لا 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 أرجوك. لا لا هزعل بقى. والله انا هزعل. والله والله ما اعرف. انا هزعل صدقيني ما اعرف. وبعدين والله ما اعرف، لو اعرف اعمل، لكن انا ما فيش. طب 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 يعني اعمل لي مشهد صغير مهم من غير ولا كلمه ببراعتك المعهوده. انت عندك الاستاسيتي وفليكسيبيليتي في احساسك وفي ادائك في البنتومايم، وانت مشهور بيها في وسط حتى نجومنا الكبار والممثلين كلهم عارفين انك لا تضاهى في الحته دي. انا هقدم لك نمره. انا من زمان قوي وانا في المدرسه نعم وفي المعهد معروف ان انا بقلد اساتذتي. الله عليك الله عليك. فانا يعني هقدم لك اقلد لك اساتذتي ولا اقلد لك فنانين من الفنانين اللي احنا عارفينهم؟ الاثنين لو بتحب صفاء كفنانه وكزميله. يعني مثلا الاستاذ سعد اردش. انا اشتغلت معاه كتير. مش كده؟ راجل عظيم. استاذ رائع. وانا بقلده عشان بحبه. يا ابني قلت لك مش كده، الكلمة تتقال من جوه كتكونيلة مش فالحين في حاجة، قول الكلام يا ابني. استاذ كرم متوع؟ لا هقول لك عمر شريف. النار وزتون. عمر شريف. عمر شريف. طب عمر شريف ماشي. يا سلام بطاطس، بحبك يا بطاطس. انت ليكي ايد وانا ليا ايد، انت ليكي رجل وانا بحبك، وانت وانا ليا رجل، بحبك وانت مهروسه. ممدوح جاب لك ايه؟ ممدوح جاب لك شبشب، يعمل ايه الشبشب في المطره دي؟ ما انا قدامك حافي اهو. ومنحبوك يا رجب، منحبوك يا رجب. لما هو منحبوك يا رجب اللي خليكي تركبي المركب مع ممدوح وتطلعي فوق السطوح. سليم صابر افندي ما قتلش الشيخ يا سليم. طب طب كنت تكلمني، انا ما بقولكش كلمني عشان انت كرت وانا خط. لا معاذ لله معاذ لله يا حياتي. لا لا انت رهيب ما شاء الله عليك. طب يا شوف بقى، يا جلال الشرقاوي يا كرم متوع، تختار مين؟ لا او الاثنين. استاذ جلال الشرقاوي. استاذ جلال الشرقاوي. استاذ جلال الشرقاوي. حبيبي اهلا بيك. تشرب ايه؟ قهوه يا استاذ جلال. هات له شاي. قريت النص كويس؟ عجبك؟ طيب قبل ما نمضي العقد، قبل ما نمضي العقد يا احمد هات الاستاذ سامي، هات الاستاذ هشام الشوكولاته اللي اتفقنا عليها. جايب شوكولاته؟ انا كويس قوي. الشوكولاته عشان العقد يبقى كويس ولا ايه؟ راجل جميل. طب ليه الاستاذ كرم بتاع انت مش عايز تقلده؟ ابدا. الاستاذ كرم اصله طريقه معروفه على طول، يعني سهلا. انت 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 صفاء، انت مش عارفه ان انا عايز اقول لك الحاجه اللي انت مش فاهماها. بس كريشندو. كريشندو. طب انا اعرف الاستاذ ممدوح الليسي مره زمان قال لنا ان انت بتقلده. فممكن نشوف الاستاذ ممدوح الليسي. بص يا شيم، مصر كلها مصر كلها تتكيم عندك يا بدوك دلوقتي. يعرف كل مصر هتقول ممدوح الليسي ده جون فرصه في دي. فانت اسمعني وامضي عقد زي ما بقول لك. يا هشام، يا بسم الله الرحمن الرحيم، وحط ايدينا في بعض. يا ابني انا عارف ان انت ابني وهتبقى نجم عظيم وكبير اكبر من ده. يلا 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 امضي يا هشام امضي. وتمضي. لا دي انت عبقري في الحته دي. جميله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ من ايام المعهد انت؟ من ايام المعهد، من ايام المدرسه كمان. من ايام المدرسه. كنت
اتقلد. عندي الموهبه دي يعني موهبه التقليد. اول شخصيه قلدتها في حياتك كانت مين؟ كان نظر المدرسه عندي في ال... كان ايه بقى حكايته؟ نظر المدرسه كان له شكل كده يعني شكل خاص بيه وبتاع. ف كنت انا في شقاوه فظيعه جدا بقعد بقى مع الطلبه وكده وبقلده فهو عرف. فطلب ان انا فانا غبت اليوم ده لما طلب ان انا اقلده تغيب لانه قاسي جدا وعنيف. فتاني يوم برضو اصر ان انا اجي ف قال لي لازم تعمل توريني التلفزيون. فالحقيقه لما قلدته ضحك كتير. اول مره اشوفه بيضحك بيضحك هو ما بيضحكش ابدا. كشر على طول ابدا ابدا ليه؟ عشان البرستيج ما يقعش. هو كان قاسي جدا. فاول مره بقى اشوفه بيضحك واول مره يعني قال لي بقى لا 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 لا, لا. انت لازم تبقى رئيس فريق التمثيل وبتاع وحاجات كده وشجعني. يعني اكتشفت فيه على فكره يعني بعد تاني انا ما كنتش شايفه قبل ما اتعرف عليه قوي يعني كده. ايه اهم حاجه من صفاته كانت يعني نقدر نشوفها دلوقتي من النظر المجرد؟ لا عشان الناس ما تعرفش. لا هو بس كان برضو مجرد قوي زياده عن اللزوم وله كده طريقه في المشي له تركيبه كده يعني انا عملتها فكان يعني مسار الحديث في المدرسه كلها كانت ساعتها. وبعدها حسيت انك انت بقى حته التمثيل تنمو ابتدت تنمو. طبعا طبعا انا كنت اراقب الناس اراقب حركاتها اراقب ايماءاتها اشاراتها اراقب بيتكلموا ازاي يعني واشوف الافلام واقلدها في البيت عندي واجيب الماريونيت واعمل لهم لبس زي اللي انا شفته واعمل زوايا ومش عارف ايه يعني جو فنان. مرة أخرى هنعود لشاشتنا وصديق مشترك هنشوف هيقول ايه. الفنان الجميل هشام عبد الحميد فنان مثقف وواعي وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط. انا بس بسألك انت فين بعد اوان الورد؟ يعني انت 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 سكنت قلوبنا كلنا في اوان الورد وبعد كده اختفيت تماما سينما وفيديو. هل معنى كده ان مفيش دور كويس بعد اوان الورد ولا انا الحقيقه ما بحبش الفنان الكسول وما اتمناش ان انت تبقى كسول يا هشام، ان ضروري تجري وتدور وتنقب وكده علشان تفضل على طول موجود. انت لسه شاب ولسه صغير ودايما انا بقول اجمل ما في يوسف شاهين ان الراجل لسه بيشتغل وهو تعبان وعيان لكن بيدينا احساس انه شاب اكتر مننا كلنا. هشام احنا مستنيينك. انا اللي مستنيك. حضرتك كاتب ومنتج وتحمست لي في اوان الورد وجيت لي وقلت لي انا متحمس وانا 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 واتصور ان كان في مشروع انت كنت عايز تعمله لي فانا منتظر المشروع ده يا استاذ عادل. الفاكس ده اسمح لي ان انا اقراه لك، هو من تونس من عطيات عليوه، واضح انها يظهر مصريه مقيمه في تونس. بتقول النجمه الجميله صفاء بسيط اشكرك جدا، انا سعيده جدا باستضافه الفنان النجم هشام عبد الحميد ولقد سعدت برؤيته مؤخرا من خلال مسرحياته الاخيره زواج على ورق طلاق. ورغم علمي باننا علمنا ان هناك خلاف حدث يومها بينه وبين وفاء عامر حيث لم يكن صوت الأستاذ هشام يصل إلى الصالة إطلاقا، ورغم ذلك فقد أمتعنا كثيرا جدا جدا، إلا أنني أعتب عليه قبوله لأفلام المقاولات رغم موهبته الكبيرة. وهل حقا أنه لم يقم بزيارة النجم أحمد زكي في مرضه الأخير؟ وما هي حقيقة خطوبته مع نرمين الفئي؟ أكمل؟ يا ريت. أكمل؟ يا ريت. طيب ملك اتخض. أبدا. وهل حقيقي أن نرمين الفئي نفت الخطوبة بعد أن أعلنها هشام في الصحف؟ عطيات عليه ومن تونس.
اولا انا هبدا بالفنان الاستاذ احمد زكي. انا فعلا رحت زرته في المستشفى وتعذر دخولي ان انا قابله، وكلمت الدكتور الخاص بيه دكتور حسن البنا صديقنا، وابلغته دعواتي بالشفاء للنجم الكبير الاستاذ احمد زكي. ده حصل طبعا، وانا بتابع بالتليفون وكده، وعايز اعرف بالظبط المساله وصلت لايه يعني. ويا رب يا رب يقوم بالسلامه باذن الله وتنزح هذه الغمه يا رب ان شاء الله. من كل قلبنا ومن ساعه صفا بندعي له من كل قلبنا بانه يقوم في اسرع وقت ان شاء الله، ويقدم الفيلم اللي طول عمره بيحلم بيه من ايام المعهد. عندليب عندليب ان شاء الله ان شاء الله يا احمد. ايه بقى السؤال الثاني؟ بس بتقول لك هي ساعدت كثيرا بالمسرحيه بتاعتك اللي هي، والصوت ما كانش واضح، وان كان في خلاف حصل بينك وبين وفاء عامر، وان صوتك يومها ما كانش واصل كويس، ولكنها كانت الميكروفون مبسوطه جدا بهذا العرض الجميل. كويس، طب خلاص ده كويس قوي. كويس. طيب بتقول لك بتعتب عليك قبولك لافلام المقاولات. فين افلام المقاولات؟ رغم موهبتك الكبيره. فين افلام؟ هذا ما وصل الينا. افلام المقاولات سنه 2004، هو في افلام مقاولات؟ افلام المقاولات دي كانت سنه يمكن مرحله اللي تبقى قبل كده؟ في اوائل ظهوري الفني. وكان عندنا الاستاذ رحمه الله استاذ ابراهيم شوقي، كان يمضيك على فيلم كبير ويمضيك على فيلم صغير. يقول ده يشيل ده. وانا كان ابراهيم شوقي هو اللي مكتشفني سينمائيا، المنتج اللي تحمس ليا بتحمس الاستاذ حسام الدين مصطفى. ايوه. ما كنتش اقدر اقول له لا. فده يعني مجموع الافلام دي كام فيلم كده. ودي مساله عاديه في بدايات اي فنان بيظهر، له مجموعه اعمال متوسطه القيمه. لكن الوقت ده بقى اولا لا في افلام مقاولات ولا افلام صغيره. نمره واحد. نمره اتنين، متهيالي يعني في افلام جيده انا قدمتها، في معالي الوزير، في خريف ادم، في فانا مش عارف. دول يعني لا دول مؤخرا يعني. يعني نقدر نقول هل انت عملت فعلا افلام مقاولات؟ افلام صغيره بقى انا بسميها افلام صغيره، وده كانت في يعني بدايه حياتي الفنيه. في بدايه حياتك الفنيه. ده من اجل الانتشار طبعا في الاول. مش من اجل الانتشار. من المجامله. من اجل المجامله. انا ما اقدرش المنتج كبير قدمني وبيمضي معايا افلام كبيره ومهمه، لما يجي يقول لي انا احب انك تعمل فيلم صغير ما اقدرش اقول له لا. بس دي غريبه على شخصيتك انك توافي انك تعمل فيلم مجامله. نوع بالعرفان بالجميل، ولو اقتضى الامر لواحد انا بشيل له العرفان بالجميل ان انا اقول له اقدم له فيلم مجانا، انا ممكن اعملها. احييك احييك. يعني طب عندنا فيلم قناه الافلام تعمل لنا؟ يا سلام. من عندي قبل العندي. ببلاش؟ من عندي قبل العندي. الله يخليك. تخش على النقطه اللي بعدها. اوكي. النقطه اللي بعدها هي نرمين. لان كده. احنا ساعات لما بنلاقي فاكس زي ده بندور في ارشيفك او في ارشيف النجم اللي موجود على منشط يدعم الكلام اللي جه، فاحنا فعلا لقيناك انت في حته بتقول هشام عبد الحميد ارجو الا اضطر لقبول افلام المقاولات من جديد. انا ما قلتش كده، ما دي برضو حاجه. دي برضو انت ما قلتهاش. مجله الموعد اللبنانيه. ما قلتش كده، وهي من المجلات الجميله اللي هايله. مجله هايله بس. انا ما قلتش منشط ده. طيب عموما نخلص موضوع نرمين، والموضوع بتاع نرمين ده نقول ان انت اعلنت في الصحف ان في خطوبه بينك وبين نرمين الفقي، وبعد كده هي نفت. الكلام ده صح؟ انا اعلنت امتى ان انا عندي خطوبه مع نرمين الفقي؟ اعلنت. عايز اعرف يعني امتى اعلنت؟ في فتره ما. انا قلت انا هخطب نرمين قبل الفقي. زواجك يعني بالاخير؟ لا، هو اللي حصل انه يبدو ان هناك كنت انا في عمل انا ونرمين. وهذا العمل كتبته الصحافه على اساس انه حقيقه، حاجه حقيقيه يعني. الله، يعني كل واحد هيعمل عمل هيخطب او هيتخطب هيكتبوه على انه بتتعمل دي شائعات كثيره في هذا الشكل، انت حضرتك عارفه. ما تحطنيش انا في الموضوع، انا يعني هنا مذيعه. انا هنا مذيعه. يعني ممكن بتحصل كتير قوي. فواضح ان حصل لبس، لكن طبعا نرمين يعني زميله عزيزه وانا احترمها واقدرها واحب لها كل الخير يعني. بس هي نفت بحده شديده قوي يعني.
لماذا؟ من حقها لازم. منتهى الذكاء. في أرشيفك بيقول هشام عبد الحميد يتسبب في أزمة صحية لمخرج مسرحياته الجديدة، إصابة المخرج بجلطة في المخ بعد مشادة مع